السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم متابعي قناة مدارس الجنان الدولية. معكم المعلمة أصالة منصور، مدرسة اللغة العربية. عدت إليكم طلبات الصف الخامس والجزء الثاني من قاعدة الجملة الفعلية. سنحقق سوية مجموعة الأهداف التالية بإذن الله. أولاً، أن يقرأ الطالب أمثلة الدرس قراءة جهرية سليمة. ثانياً، أن يلاحظ الطالب الكلمات الملونة. ثالثاً، أن يستنتج الطالب قاعدة الدرس. رابعاً، أن يحل الطالب نموذج إعرابي. وخامساً، أن يحل الطالب تدريبات الكتاب. بداية، دعونا نقرأ الجمل التالية ونلاحظ الكلمات الملونة باللون الأحمر. الجملة الأولى: يعيش الإنسان على الأسودين. الجملة الثانية: تقف النخلة شامخة الرأس. الجملة الثالثة: تقوم كثير من الصناعات الغذائية على التمر. إذا نظرنا إلى الكلمة الملونة باللون الأحمر المبدوءة بها كل جملة من الجمل الثلاث، نجد أنها فعل وحدث في الزمن المضارع: يعيش، تقف، وتقوم. وقلنا في الدرس السابق أن كل جملة تبدأ بفعل سواء كان ماض مضارع أو أمر تسمى جملة فعلية. يعيش الإنسان على الأسودين. قبل أن نبدأ بشرح الجملة ونلاحظ الكلمات الملونة في اللون الأحمر فيها، دعوني أعرفكم على الأسودين. الأسودين أعزائي هما التمر والماء، ويعود سبب تسميتهما بهذا الاسم إلى اللون الأسود الذي يتميز به التمر، حيث كان العرب قديما يطلقون على الشيئين المصاحبين لبعضهما البعض اسم الأشهر منهما، أي أن التمر أشهر من الماء، وقرنوهما مع بعض بسبب الفوائد العظيمة التي يمدان الجسم بها عند تناولهما معا. لذلك ينصح العلماء بتناول التمر مع الماء. هذه بالنسبة للأسودين، إذا هما التمر والماء. وقلنا أن يعيش، نعود الآن للشرح. يعيش قلنا أنها فعل، وقد أعربنا سويا الفعل المضارع. هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذا لاحظنا إلى الاسم الثاني أو الكلمة الثانية فهي اسم وهي الإنسان. إذا تساءلنا فيما بيننا وقلنا من يعيش على الأسودين، تكون الإجابة الإنسان. إذن يعيش الإنسان على الأسودين، والإنسان هنا من قام بالفعل، بفعل العيش. إذن الإنسان هنا فاعل، فاعل قام بالفعل يعيش. إذا لاحظنا حركة آخر الحرف فهي الضمة، وفي الوحد السابقة قلنا أن الحالة الإعرابية المناسبة لحركة الضمة هي الرفع. إذن الإنسان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ثانياً، تقف النخلة شامخة الرأس. تقف هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذا تساءلنا فيما بيننا من التي تقف شامخة الرأس، تكون الإجابة النخلة، والنخلة هي أيضا اسم مرفوع بالضمة. وبما أنها هي من قامت بفعل الفاعل الوقوف، الفعل عفوا الوقوف، فإذا النخلة هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ثالثا، تقوم كثير من الصناعات الغذائية على التمر. تقوم هنا فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. كثير هي اسم جاءت بعد الفعل المضارع تقوم، وقامت بهذا الفعل فهي كثير تسمى فاعل وتعرب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. دعونا نقرأ نلاحظ سوية. إذن الجمل الملونة باللون الأحمر السابقة: يعيش الإنسان، تقف النخلة، تقوم كثير، مكونة، كل جمل فعلية ثلاثتها جمل فعلية، مكونة من فعل واسم، والاسم هنا أعربناه إعراب بكونه الفاعل. وقلنا إذن الفاعل هو من يقوم بالفعل ويأتي بعد الفعل ويكون
حالته الإعرابية يكون اسم مرفوع بالضمة الظاهرة. وركني الجملة الفعلية الأساسيان هما الفعل والفاعل. ننتقل الآن للإجابة عن نموذج إعرابي. يطلب منا السؤال إعراب ما تحته خط في الجملة التالية: يدرس الولد الدرس. مكون هذه الجملة من فعل ويليه اسم. يدرس هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. من يدرس الدرس؟ الإجابة هي الولد. إذن الولد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذه بالنسبة للفاعل. إذن الفاعل قلنا يأتي في جملة فعلية، يأتي بعد الفعل مباشرة ويعرب على أنه مرفوع بالضمة. ننتقل الآن للإجابة عن تدريبات الكتاب. أرجاء تجهيز الأقلام ودفاتر كتبكم وتدوين كل ما يرد في الفيديو. فلنبدأ. بسم الله. إلى هنا أعزائي نصل إلى ختام درسنا لهذا اليوم. على أمل الملتقى، دمتم بأمان الله.